عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا لمتابعة خطوات زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء كبديل عن الغاز الطبيعي، ولتعزيز الاستفادة من إنتاج مصر من الغاز في التصدير. واستعرض الاجتماع استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 التي أعدتها وزارتا البترول والكهرباء، والتي تضمنت دراسة عدد من السيناريوهات للوصول إلى أنسب مزيج للطاقة في ظل الموارد المتاحة داخليا بأعلى عائد وأقل تكلفة. وأضاف رئيس الوزراء أن الاستراتيجية اشتملت على تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، ويجرى تحديث الاستراتيجية حتى 2040 في ضوء زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مع إمكانية استخدام الهيدروجين الأخضر في مزيج الطاقة.